رح نروح لعالم الموسيقى غذاء الروح، وأكيد رح نحكي عن اليوم العالمي للموسيقى اللي صادف 12 حزيران. رح نتحدث ضمن محطتنا عن لغة النغم وغذاء الروح، مهرجان تحيا الموسيقى اللي قدمته مديرية الثقافة والموسيقى برعاية وزارة الثقافة بقصر العزم. كل هالمواضيع رح نحكي فيها مع المايسترو محمد زغلول، قائد أوركسترا الموسيقى الشرقية وأمين سر الفرقة السيمفونية الوطنية السورية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا. كل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير، وتبقى الموسيقى هي صوت الحياة وصوت الناس. أكيد، أهلا وسهلا فيك. أكيد الموسيقى دائما حاضرة بالروح، خلينا نقول حاضرة معنا بأرواحنا، يعني هي بتلامس الروح دائما. إذا حدا مزعوج يعني حط بيسمع موسيقى. تمام وبيسمع. بداية الحديث عن أهمية هالموسيقى يعني اللي بترافقنا بمختلف محطات حياتنا، فهي معنا مرحلة، الموسيقى هي مراحل، نحكي عنها. أكيد هلا تعتبر يعني الموسيقى هي من الأدوات التعبيرية الجمالية اليوم، اللي هي بتعبر عن إحساس الشخص بالفرح بالحزن بأي حالة تعبيرية. حتى أنت اليوم هي الفنون بشكل عام هي حالة تعبيرية، بتكون بتعبر عن حالة، بتعكس شو أنت عم بتفكري، شو عم بفكر هذا الشخص، هذا الفنان عم بيعكس سواء بلوحته أو سواء بالموسيقى. فالموسيقى هي عبارة عن لوحة متكاملة، لأنه بتعتمد اليوم على عدة عناصر. الموسيقى مثل ما قلت اليوم، يعني أنا مثلا إذا مبسوط كثير فرحان بحس حالي أنه لازم أسمع موسيقى. أحيانا أنت بتكوني بحالة من الحزن، من الاكتئاب او من التامل، بتسمعي اغنيه ما، موسيقى ما، حسب كل واحد زواق شو بحب يسمع، يعني باي نمط، النمط الشرقي، الطربي، التراثي او الكلاسيكي او الجاز، حسب نوع الموسيقى اللي انت بترغبي. فبتلاقي بتقلب لك هذا المود، هي الحاله اللي انت موجوده فيها. ففعلا هي الموسيقى هي وسيله تعبيريه، وهي قادره، وهي بعتبر يعني انا من ما بدي يكون هيك كثير متحيز للموسيقى، بس بعتبرها من الوسائل الوحيده اللي ممكن هي تقلب الشخص قلب. صح. لا صحيح. أكيد. يعني حتى في ناس بتقول لك انا ما بحب الموسيقى، طيب شلون ما بتحب الموسيقى وبتقول لك انه فجاه انه والله سمعت هالغنية هيك انبسطت، او سمعت هالمعزوفه انبسطت، فمعناتها ما في حدا ما بيحب، ما في حدا ما بيحب الموسيقى تماما. نعم مايسترو، يعني 21 حزيران هو بيصادف اليوم العالمي للموسيقى، اكيد مهرجان تحيا الموسيقى خلينا نقول رح يكون بقصر العظم بعد ايام. خبرنا شو هي التحضيرات، شو الجديد رح تعملوا، شو رح تقدموا؟ أنا كثير مبسوط هذا العام إنه فعلاً في احتفالية وفي مهرجان بمناسبة يوم الموسيقى العالمي. هاي أول مرة صحيح؟ هاي أول مرة تماماً. تمام. يعني نحن عادة بيحتفلوا بيوم المسرح، بيوم الرقص، بأيام يوم الموسيقى العالمي شوي بحسه هيك مهمل، يعني نحن بنحتفل فيه كموسيقيين، ولكن اليوم بصيغة مهرجان يصير، فهذا خطوة كثير مهمة لمديرية المسارح والموسيقى ولوزارة الثقافة. مشكورة بهذا الشيء. وقصر العظم له هيك كثير خصوصية جمالية، هذا المكان. صحيح. الساحر، يعني اللي يعني هون بتجتمع اليوم جمالية المكان مع جمالية الموسيقى. مهرجان تحيا الموسيقى رح يكون على مدار من 21 ل 25 حزيران. 21 يوم الافتتاح اللي رح يكون مع التخت الشرقي النسائي، الثلاثة رح يكون مع جوقة ألوان، الأربعة فرقة من حلب، الخميس أوركسترا الموسيقى الشرقية، يوم الجمعة رح نكون احنا حفل الختام أوركسترا دمشق. نعم. بنلاحظ تنوع بالمشاركين، تنوع بالفرق المشاركة، رح يكون في تنوع أيضا بالبرامج المقدمة. بنفس الوقت رح يتنوع البرنامج ما بين الموسيقي والتراثي والشرقي، حتى الكلاسيكي الغنائي من خلال بعتقد جوقة ألوان. فهذا المهرجان هو رح يكون، هو حلاوة يوم الموسيقى العالمي بيتمتع انه اليوم يكون في تشاركية حتى عبر العالم. التشاركية كيف بتصير اليوم؟ من خلال الأعمال الموسيقية التي تقدم ومن خلال تفاعل الجمهور. فاليوم كثير مهم، هلا عم بصير في حفلات دائما، عم نشوفها دورية من خلال دار الأوبرا، من خلال المراكز الثقافية المسارح، ولكن اليوم في حالة بعيشها المجتمع، خلينا نقول المجتمع الأهلي، هي إنه حالة يوم الموسيقى العالمي. فعرفت صوت العالم إنه شو يعني يوم الموسيقى العالمي، معناتها اليوم في مهرجان عندنا خمسة أيام، وفي ناس ممكن بتحضر الخمسة أيام، وفي ناس بتحضر فعالية أو التنتين. تمام. بس هي الحالة الاجتماعية هي كتير مهمة اللي تصير.
نعم، يمكن حكينا ببداية حديثنا مايسترو عن الموسيقى قديش بتلعب دور بنفسية الشخص. يعني الاستنتاج الأخير أنه هي لها فائدة، حسب يعني لو كان الشخص زعلان لو كان مبسوط هي لا، فائدتها واحدة اللي هي شيء إيجابي. حفلات كتيرة يمكن هلأ حكيت عنها مايسترو، ولكن خلينا نخص الفرقة السيمفونية الوطنية، شو الجديد؟ الفرقة السيمفونية الوطنية السورية هي اليوم رأس الهرم الموسيقي السوري اللي بنعتز فيها كفرقة، ولنحن أبناء هذه الفرقة. الفرقة السيمفونية من يعني آخر حفل كان لنا بقلعة دمشق الأسبوع الماضي، ضمن احتفالاتنا اللي نحن طبعا يعني اليوم نبارك بفوز السيد الرئيس بالانتخابات الرئاسية، ونحن محظوظين يعني نحن موسيقيين بصراحة، نحن يعني محظوظين لأنه في دعم لنا. الفرقة السيمفونية كمان فكان إلى حفلة اللي كان ب 15/6 بدار الأوبرا، كان منك وإليك سوريا. هذا الحفل كان كتير مميز وكتير له طابع خاص. ليش؟ لأنه حمل أعمال سواء لمؤلفين سوريين، نعم، وهذا ضمن أهداف الفرقة السيمفونية الوطنية السورية، أو كعازفين إجوا من برا. إحنا كان معنا العازفين الأستاذ بسام نشواتي على الكمان، المغني الأوبرا العالمي نبيل سليمان. فالقدر المايسترو ميساك مغبودريان إخراج الحفل بطريقة كانت كتير رائعة، كتير راقية، كتير هيك فيها الطابع السوري العالمي اللي فعلا بنعتز فيه. نعم. فهذا كله الفرقة السيمفونية الوطنية، مثل ما قلت لك يعني احنا اليوم حتى الفرقة اللي موجودة الثانية هي عم تتفرع من أعضاء الفرقة السيمفونية الوطنية. نعم. السورية اللي احنا أساسا أعضاء فيها وبنعتز فيها. نعم، يعني زينب أكيد يعني بنتمنى أول شيء سالي لكل الموسيقيين عيد موسيقى سعيد، بنقول لهم كل عام وهن بألف خير، وبنفتخر دائما بموسيقيين السوريين اللي عاملين صحيح. بصمات كتير حلوة سالي، ودائما عم نحفظ منهم يمكن كل موسيقى عم يبتكروها، إن كان كموسيقى أوركسترا شرقية أو غربية أو حتى أكيد موسيقى الوطنية. واليوم لا تنسي الموسيقى بيكون حامل رسالة، يعني بالإضافة لوجوده على المسارح كمان موضوع التعليم. نعم. يعني اليوم انت بدك تهيئي جيل لقدام لحتى يضل هو حامل الرساله. صحيح. وبخص انا اليوم حفلنا، نحن يوم الجمعه حفل الختام اوركسترا دمشق اللي رح يكون برنامج منوع، ونحن دائما عودنا جمهورك على نوع من التفاعليه بيكون ببرنامجنا، فرح يكون ضمن البرنامج العمل الغنائي للمصالحه تبع فيروز ونصري شمس الدين وولي الصافي. حلو. اي عم نحضر له العوده للزمن الجميل. اي العوده للزمن الجميل، لانه سبق وعملنا سهره حب كانت كثير كمان ناجحه. نعم. وهلا ان شاء الله رح يكون البرنامج كمان منوع. هذا الحكي يوم الجمعه احنا الساعه 8 المساء بقصر العظم. نعم. فبنوجه دعوه لجميع المحبين الموسيقى انه يكونوا حضرانين، اكيد بندعي كل المهتمين لحضور المهرجان اللي بحب يعني كلياته الفعاليات. كل يوم رح تكون فعلا فعاليات. نعم. مميزة بهذا الموضوع. نعم، بالتوفيق لك يا ماسترو، وأكيد لكل المهتمين دعوان يحضروا مهرجان تحيا الموسيقى بمناسبة عيد الموسيقى، ومن لكم كل عام وأنتم بخير مرة ثانية. شكرا لوجودك معنا. كل عام وأنتم بخير، وبعاية كل زملائي والأساتذة الموسيقيين والعازفين بكل سوريا وبكل بقاع العالم، وبقول نحن رسالتنا مستمرة ورح نضل كموسيقيين موجودين على المسارح. إن وجدنا بالزمن الصعب والوقت الصعب والكل شاف، والموسيقي السوري فعلا هو موسيقي مبدع وعم بيحقق يعني انجازات على مستوى العالم، وهذا باعتراف العالم. يعني مو حكي نحن من عندنا، من خلال انجازات، من خلال مشاركاتنا، من خلال حفلاتنا، حتى اليوم المشاركات اللي عم تكون على الطريق كمان السوشيال ميديا. فاليوم الموسيقي السوري فعلا هو موسيقي مبدع محترف، واللي بقي بسوريا بالذات اخصه له كل الاحترام والتقدير، لانه عمل بالزمن الصعب وسنستمر. نعم. بالعمل يعني احنا الموسيقى رسالة حاملينها ومستمرين أكيد. فيها اكيد موفقين يا رب. شكرا لكم. شكرا لكم، بتمنى لكم التوفيق بجميع مشاريعكم ان شاء الله يا رب، هيك بنشوفكم باحسن واحسن، ويعني تقدموا لنا الشيء دائما اللي انتم متعودين تقدموا لنا اياه الافضل. اكيد ان شاء الله. شكرا لكم. شكرا لك.